عادي وطرة مستقل فردي، مش من لم مش من كامل الأحزاب. طبعا الفردي لا يستطيع أن يقول برنامج. طيب إيه المشاكل اللي حضرتك هتتناولها؟ والله يعني المشاكل اللي موجودة الوقت هي بناء الدولة المصرية. مؤسسات، لو قدرنا نبني مؤسسة البرلمان صح ممكن نكمل مؤسسات الدولة. طيب حضرتك اترشحت ليه أو إيه الدافع اللي أنا بشتغل في العمل السياسي من سنة 2000. رشحت في 2011 على الكتلة المصرية. ومحامي، فشغلت إن أنا ساعد بلدي. بس إيه المشاكل اللي حضرتك أول حاجة هتواجهها وتحطها رقم واحد في اعتباراتك؟ نحن في بلد بلا مؤسسات، محتاجين نبني مؤسسة البرلمان. لو استطعنا نبني مؤسسة البرلمان صح هنعمل تشريع صح ممكن نكمل بيه بقية البنى. بالنسبة للدعاية، الدعاية الانتخابية، الدعاية في أقل درجة ممكنة. يعني مش هصرف على الدعاية. طيب في حضرتك ناس داخلة، ناس عتاولة داخلة بالملايين أو معاها فلوس، حضرتك داخل بإيه أو حضرتك إيه الحاجة اللي هتستند عليها؟ داخل بالقبول الشعبي. ما أنا قلت لحضرتك أنا الدايرة دي من سنة 2000 وبعمل فيها توعية سياسية وليها نشاط اجتماعي فيها. كنت في الحزب المصري الديمقراطي في سنة 2011 ونزلت على الكتلة، فليست جديد على الدايرة. إحنا يهمنا نرفع الوعي الناس، لو قدرنا نرفعه سنة في سنتين في 10 في 20، إنما لو فضلنا على كده مش هنعمل حاجة.